ليكو انترناسيونال. البارح نهار الاربعاء البنك المركزي الامريكي والاحتياطي الفيدرالي الامريكي قام بعشر عملية ترفيع على التوالي لنسبة الفايدة على مقدار 25 نقطة أساس، يعني ب 0.25%، وهذا الترفيع يوصل نسبة الفايدة في الولايات المتحدة ما بين 5 و25%. هذه خامس زيادة على التوالي منذ شهر مارس 2022، لكن بالمقابل الاحتياطي الفيدرالي لمح إلى أنه قد يعدل عن المزيد من الرفع بالنسبة لسياسته في الترفيع في نسب الفايدة المديرية بالنسبة للولايات المتحدة. كنقولوا ترفيع بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذا ينتج عنه تقريبا، وهذا صار في كل المرات، كونه فما بنوك مركزية في دول تنسج على هذا المنوال وترفع بدورها في نسب الفايدة. هذا على الأقل صار في أربع بنوك مركزية في منطقة الخليج العربي، دونك نتيجة تقريبا آلية وميكانيكية. أول ما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع في نسبة الفايدة، بنوك السعودية، الإمارات، البحرين وقطر وسلطنة عمان، دونك نحكي على خمسة بنوك مركزية، رفعت بدورها في نسب الفايدة متاحها ب 25 نقطة أساس، يعني بنفس القدر متاع الترفيع اللي عمله الاحتياطي الفيدرالي. بالنسبة لهالزيادة هذية، يقول قائل علاش منطقة الخليج العربي مرتبطة إلى هذه الدرجة بالاحتياطي الفيدرالي، وهذه في قراءة كونه المنطقة معروفة بتصدير النفط والغاز، ولو هذا تقليديا ولو فما تنويع كبير في النشاط الاقتصادي حاليا في منطقة الخليج، لكن ارتباطها بتصدير المحروقات يخليها في شبه تبعية للاحتياطي الفيدرالي بما أنه التصدير يصير بالدولار. قلنا السعودية، الإمارات، البحرين، قطر وسلطنة عمان كانت رفعت نسب الفايدة متاحها ب 25 نقطة أساس بنفس القدر متاع الاحتياطي الفيدرالي اللي لعشر مرة يرفع منذ مارس 2022. بالنسبة للبنك المركزي السعودي خرج بيان البارح يرفع فيها معدل اتفاقية إعادة الشراء ب 25 نقطة أساس وصل إلى 5.75% بالنسبة لمعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس. 25 نقطة أساس كذلك ترفيع وصلته إلى 5.25%. بالنسبة لقطر رفعت في أسعار الفايدة في الإيداع والإقراض وإعادة الشراء ب 25 نقطة أساس، وهكا يصبح سعر الإيداع في 5.5% والإقراض في 6% وإعادة الشراء ب 5.75%. بالنسبة لمصرف الإمارات المركزي اللي قرر رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة الواحدة ب 25 نقطة أساس وهكا وصلت ل 5.15%. البحرين رفعت في سعر الفايدة الأساسي باش يوصل سعر الفايدة على الودائع، ودائع الأسبوع الواحد، إلى 6%. وبالنسبة لسلطنة عمان، البنك المركزي العماني كان اليوم الخميس رفع سعر الفايدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس، وبش يصبح سعر الفايدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية في سلطنة عمان في حدود 5.75%. نتيجة لهذايا، الدولار الأمريكي شهد تراجع مقابل معظم العملات الرئيسية نهار الخميس بعد ما افتح الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشييد النقدي وإلا الكوانتيتاتيف إيزينج، يعني سياسة ضخ السيولة والتليين الكمي، لأنه الأسواق يمكن تفاعلت أكثر مع النية متاع البنك المركزي الأمريكي والفيدرالي الأمريكي في التوقف على الترفيع في نسب الفايدة. هذا لأدى إلى انخفاض الدولار مقابل العملات الأساسية. شهدت الأسواق تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وصلت
اللي وصلت للذروه نتاع الاسعار وقت اللي وصلت اسعار الذروه نتاع الفايده في امريكا. هذا خلى كذلك الجنيه الاسترليني يطلع ب 0.2% في اعلى مستوى ليه في 11 شهر تقريبا في التداولات الاسيويه لنهار الخميس. والأورو بدوره ربح 0.20% في مستوى 1.10 دولار 80. هذا اللي يقرب كذلك بالنسبة للأورو من أعلى مستوى ليه في سنة 2023. بالنسبة لمؤشر الدولار في أحدث قراءة ليه هبط ب 0.25% لمستوى 100.850 بعد ما كان انخفض بأكثر من 0.6% في جلسة التداول السابقة. كذلك الإقبال الحذر على المخاطرة في ظل الترفيع في نسبة الفايدة من طرف الاحتياطي الفيدرالي خلى الين الياباني يربح 0.1% مقابل الدولار. الين الياباني اللي يوصل للمستوى 134.56 سنت. نختم مع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي اللي بدورهم شهدوا ارتفاع ب 0.3% بالنسبة لكليهما، يعني بالنسبة للدولار الأسترالي والنيوزيلندي. وصلوا بالنسبة للدولار الأسترالي في مستوى 0.66 سنت 92، وبالنسبة للدولار النيوزيلندي 0.62 سنت 49. هذا كنتيجة لعملية الترفيع في نسبة الفايدة المديرية من طرف الاحتياطي الفيدرالي. نختم بسعر الذهب. أسعار الذهب بدورها اقتربت، صعدت واقتربت من مستويات مرتفعة لأعلى ما سجلته في سنة 2023. الذهب يتداول في المعاملات الفورية في حدود 2055.54 دولار للوقية الأونصة. كذلك ارتفاع العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2063.20 دولار للأوقية. نذكر في وقت سابق كونه سعر الذهب حتى بالنسبة لحصة اليوم كان في حدود 2072.19 دولار للأوقية، وهذا من أقرب المستويات لأعلى ما وصل له الذهب منذ 2020. بترفيع الاحتياطي الفيدرالي لنسبة الفايدة الأساسية ب 0.25 نقطة أساس نكون وصلنا لنهاية ليكو انترناسيونال ولنهاية الإكسبريس لليوم. جزيل الشكر لسيرين في الإخراج، كان معنا سليم في الديجيتال، تلقونا بالفيديو على يوتيوب على امتداد اليوم القناة إكسبريس أفام على يوتيوب. شكرا لأسامة الحكيري في الإعداد، وليد برحومة نحييكم، تقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من نص نهار الماضي 3 على إكسبريس أفام. باي باي.